السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في منطقة تقسيم، هذه المنطقة الجميلة اللي دائما تسألون عنها في عروض، هل عندكم مشاريع في تقسيم؟ اليوم جبنا لكم مشروع ممتاز جدا في قلب تقسيم. المنطقة هذه يا جماعة اللي احنا موجودين فيها تعتبر منطقة تاريخية تم تطويرها وتحويلها إلى مشروع سكني ممتاز جدا. زي ما شايفين احنا الآن في وسط هذا المشروع، المشروع هذا الموجود فيه زي ما شايفين هنا محلات تجارية، وهذا مدخل الريزيدنس الموجود. صراحة مدخل جميل جدا ومشروع قريب جدا من تقسيم. تعالوا معانا الآن نشوف مجسم المشروع ومن ثم ننتقل إلى الأجزاء الأخرى في هذا الفيديو. طبعا زي ما شايفين وصلنا الآن عند مجسم المشروع. المشروع زي ما قلنا يا جماعة مبني على مساحة 20,000 متر مربع على الشارع العام المودي من أكسراي إلى تقسيم. المشروع كبير جدا، خدمات جميلة، يعتبر مشروع تاريخي من الطراز الأول، تم تحديثه بطريقة جميلة وأصبحت مناسبة للمكاتب وللفنادق وأيضا عندنا محلات تجارية. فتعالوا معنا نشرح على المجسم. الآن زي ما شايفين هذه الواجهة الخارجية للمشروع، وهذا الشارع العام اللي يربط بين زي ما قلنا منطقة تقسيم ومنطقة أكسراي. زي ما انت شايفين أهم ميزة في المشروع هذا والمشكلة الكبيرة اللي دائما تواجه السياح لما يجوا منطقة تقسيم اللي هي المواقف. بالتالي كان في فكر ممتاز جدا في هذا المشروع انهم كونوا مواقف من 6 أدوار زي ما انت شايفين هنا، كل شقة تقريبا لها موقف خاص فيها، بحيث انه دائما لما تيجي للمنطقة هذه ما يكون عندك مشكلة في المواقف. فزي ما قلنا شقة او موقف واحد لكل شقة. المشروع مشروع صراحة يعتبر جبار. الشركة اللي أسست أو قامت بإنشاء هذا المشروع تعتبر من أقوى الشركات الموجودة في تركيا. زي ما أنتم عارفين منطقة تقسيم كلها منطقة قديمة جدا، بالتالي مو أي شركة يعني نقدر نقول تقدر تدخل وتنشأ هذا المشروع. من الشركاء في المشروع هذا وزير الطاقة والمالية الحالي اللي هو بيرات البيراك، اللي يعتبر نجل أردوغان والآن هو الوزير، فيعطي طبعا هذا الشيء يعطي قوة للمشروع دائما. زي ما أنتم شايفين الآن هذا عندنا المجسم. المرحلة الأولى في المجسم هذه عبارة عن مكاتب تم بيعها بالكامل، وهذا أيضا مكاتب. هنا عندنا فندق 5 نجوم، طبعا تمت المفاوضات مع شركة أو ماركة تاج محل، تقريبا تم الاتفاق وراح يكون هذا فندق 5 نجوم موجود من ضمن المشروع. هنا عندنا قسم الريزيدنس، هذا القسم اللي فيه مبيعات للشقق من غرفة وصالة إلى غرفة بدون صالة اللي هي الاستوديو، وأيضا عندنا المنطقة الخلفية اللي راح تسلم على مراحل. طبعا إذا نتكلم عن تسليم المشروع، تسليم المشروع راح يكون خلال 5 سنين من الآن، لكن في البداية الآن بدأ تسليم الواجهة الأمامية للمشروع. طبعا من النقاط المهمة جدا في المشروع هذا اللي هي المحلات التجارية. عندنا 182 محل تجاري موجود في المشروع. المحلات هذه لم يتم بيعها أبدا، المحلات هذه كلها راح تكون فيها ماركات اختاروها الشركة نفسها بحيث يجيبوا ماركات عالمية كبيرة جدا. تعالوا معنا نشوف الشارع الخلفي أو المنطقة الخلفية للمشروع. الآن المبيعات عندنا في البلوك هذا وأيضا في البلوك الموجود هنا. طبعا اذا شفنا المنطقه هذه الشارع هذه اللي بين البلوكات، هذه الشوارع كلها فيها المحلات التجاريه، فهذه صراحه تعطي قيمه للمشروع بحيث انه السيارات ما تدخل المنطقه هذه، الشارع هذا فقط يكون فيها محلات وكافيهات تجاريه. المنطقه الخلفيه اللي عندنا هنا هذه راح تسلم على مراحل زي ما قلنا خلال 5 سنين اكتمال المشروع. المشروع في من استوديو، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، 3 وصالة، 4 وصالة إلى 5 وصالة. فمشروع يعتبر ممتاز جدا موجود في قلب المدينة اللي هي تقسيم. من أهم المميزات
للمشروع الموقع. طبعا تقسيم دائما اي مشروع دائما نتكلم فيه نقول دائما يبعد عن تقسيم 10 كيلو 20 كيلو 15 كيلو، هذا المشروع راح نقول انه يقع في قلب تقسيم، فهذه ميزه طبعا دائما انه منطقه تقسيم معروفه، الباصات دائما توصل من المطار الجديد او مطار صبيحه، دائما الباصات موجوده كل ساعه ممكن تطلعوا للمطار ينزلكم الباص الموجود ينزلكم عند المشروع مباشره، فهذه ايضا ميزه. يتم تحديث الان المنطقه المركزيه لتقسيم ميدان تقسيم في جامع تحت الانشاء، جامع يعتبر كبير جدا صراحه، فهذه ايضا من المميزات للمنطقة. منطقة التقسيم فيها شارع الاستقلال المعروف، فيها الكافيهات والمطاعم المعروفة زي ما انت عارفين، اللي المنطقة اللي تقريبا حسب الإحصائيات يقولوا انه شارع الاستقلال يمر فيها 2 مليون شخص يوميا، تخيل هذا العدد الهائل، فمنطقة تعتبر ممتازة جدا. ميزة أخرى ما لازم نذكرها قبل ما ننتقل للمراحل الثانية في الفيديو، اللي هو يمكن تأجير الشقق هذه إيجار يومي. في أغلب المشاريع هذا شيء غير مسموح من إدارة المجمع، لكن هذا المشروع يسمح لك بالاستثمار في هذا المشروع. يعني اشتريت شقة مثلا نقول غرفة وصالة، هذه الشقق تؤجر للسياح إيجار يومي بمعدل تقريبا متوسط 150 دولار في اليوم. العائد الاستثماري لها تقدر تقريبا ب 10% في السنة، يعني خلال 10 سنين ممكن تستأجر رأس المال، والآن بما أنها تحت الإنشاء فرصة لأن الأسعار مناسبة جدا في هذا المشروع. من الأمور المهمة اللي لازم نذكرها في المشروع أن المشروع هذا ما فيها ضريبة التملك اللي هي 4%، المشاريع الباقية كلها زي ما أنتم عارفين فيها ضريبة التملك 4%، المشروع هذا لأنه مشروع قديم تم تحديثه وتم تطويره، الدولة أعفت المشترين من 4%. هنا الرسوم اللي تدفعوها فقط رسوم اللي هي العقد عند النوتر أو كاتب العدل، وعندنا رسوم 1% هذه ضريبة الكاديفي اللي تدفع أيضا. غير كذا الـ4% في المشروع هذا يعتبر أنه كنوع من التخفيض. هذا المشروع بشكل عام على المجسم، تعالوا معنا نشوف الشقق النموذج الموجودة في هذا المشروع. وصلنا الآن لشقة نموذج موجودة في المشروع، هذه الشقة 3 غرف وصالة دوبلكس مساحتها 200 متر مربع، طبعا راح نشرح لكم. قبل كل شيء عندنا نظام البيوت الذكية الانترفون، بنظام البيوت الذكية تقدر تتحكموا في جميع الأشياء الموجودة في الشقة سواء التكييف أو الإنارات من اللوحة هذه. عندنا الأزرار زي ما انتم شايفين نوعيتها ممتازة جدا، شيء يليق صراحة باسم تقسيم ومركز تقسيم. على طول على يدنا اليسار عندنا هنا الخزنة، هذه غرفة صغيرة زي ما انتم شايفين انها مفصولة، الميزة انها مفصولة عن الصالة، وهذا مكان ممكن يكون لغسالة الملابس وكمستودع ممكن تستخدموها. وعندنا هنا الحمام الله يكرمكم اللي يخدم الصالة. طبعا الاشياء المستخدمة ماركة فيترا، هذه من افضل الماركات الموجودة، ماركة فيترا ممتازة جدا، فتشطيب جميل. احب انوه على شيء واحد قبل ما نطلع، المسكات في الابواب حتى وانتم تمسكوها صراحه ماركه ممتازه جدا، حتى واضحه من قوتها انها جودتها عاليه جدا. تعالوا نشوف الصاله، عندنا صاله كبيره هنا ما شاء الله تبارك الله،
8 تقريبا في 6، وعندنا زي ما انتم شايفين هذا الدرج اللي يودي للدور الثاني. الصالة مساحتها كبيرة جدا، لون البويا مع الباركي ممتاز جدا. هذه الصالة زي ما انتم شايفين لها نوافذ على الطريقة القديمة، بحيث انه تعطي الشكل الخارجي، والشكل الداخلي يكون جميل جدا مطلة على اسطنبول القديمة. في هذا المشروع الميزة اللي استخدموها أيضا في هذا المشروع اللي هو نظام التكييف، نظام التكييف والتدفئة نظام مركزي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا تتحكمون فيه من خلال هذه الأزرار، فما تحطوا اللي هي الدفايات الموجودة على الجدران، فهذا يعطي صورة أفضل أو شكل أفضل للشقة. هنا عندنا هذا المطبخ اللي يخدم الدور هذا. المطبخ يكون جاهز بالدواليب زي ما انتم شايفين، طبعا لم يتم تركيبه الى الان. تسلم بطقم الفرن كامل وايضا مع غساله الصحون والمواعين ماركه سيمنز، ماركه ممتازه جدا. نجي الان للطرف الجميل، يعني اذا شفتوا المنطقه هذه فيها غرفتين وصاله راح ندخلها، بس الجميل في الموضوع انهم فصلوها بباب مستقل. ندخل الان، أول ما ندخل عندنا على يدنا اليسار هنا أيضا غرفة موجودة مساحتها كويسة. يعني إذا شفتوا التقسيمات للغرفة هذه مختلفة جدا على شكل مثلث وكذا. هذا الشكل يا جماعة يعني حتى ما يخرب الشكل الخارجي للمشروع، بحيث أنها تكون محافظة على طريقتها التاريخية. الآن نشوف الحمام اللي يخدم الغرفة هذه. عندنا هنا حمام وبانيو الله يكرمكم يخدم الغرفة هذه، برضو تشطيباتها جميلة جدا، والماركة المستخدمة ماركة فيترا زي ما قلنا من أفضل الماركات التركية. هنا عندنا ماستر بدروم في الدور هذا زي ما شايفين. أول ما ندخل لها حمام خاص فيها مروش، وهنا أيضا هذه الغرفة مساحتها كويسة تقريبا تعتبر 4×4 تقريبا، يعني غرفة نوم مناسبة. الآن تعالوا معنا نشوف الدور العلوي. قبل ما ننسى، في بعض الشقق الموجودة اللي هي الدوبلكسات يوجد أيضا مصعد داخل الشقة. تخيلوا يعني الشقة دورين وفيها مصعد. تعالوا الآن نطلع فوق من الدرج ونشوف وصلنا الآن للدور العلوي. زي ما انتم شايفين أول ما طلعنا عندنا هنا أيضا مطبخ مصغر يخدم الدور هذا. هذا الدور يعتبر كجناح ملكي يا جماعة صراحة، لأنه مخدوم بغرفة نوم ومطبخ، وعندنا مستودع صغير هنا ممكن يستخدم لتخزين أي شيء، مخزن صغير ممتاز. هذا الجناح أنا أسميه جناح ملكي صراحة، لأنه منفرد بمطبخه، وايضا عندنا هنا غرفه كبيره ولها تراس خارجي كبير، وايضا لها غرفه تبديل ملابس. تفضل معي هنا. طبعا المنطقه هذه لسه ما قفلوها لان تحت الانشاء راح يقفلوها. عندنا هنا اللي هو البانيو والحمام الرئيسي للشقه هذه. زي ما انتم شايفين في مغسلتين فكروا فيها بطريقه جميله، وايضا تشطيب ممتاز جدا. تعالوا الان نشوف التراس الخارجي الموجود. طبعا زي ما قلنا مساحة الغرفة ممتاز جدا، 5×4 تقريبا. عندنا هنا نطلع للتراس الخارجي. بسم الله. هذا التراس اللي راح يكون مطل على اسطنبول القديمة وايضا على السوق الموجود تحت، فمساحتها كبيرة ممكن يكون فيها جلسات حلوة. زي ما انتم شايفين هذه اسطنبول القديمة قريبة من تقسيم، منطقة جميلة صراحة. شوفوا مساحتها ممتازة جدا. هذا شرح كامل للشقة النموذج اللي شفناها، 3 غرف صالة 200 متر مربع. زي ما قلنا المساحات مختلفة، الوحدات مختلفة حسب المساحات. العروض كثيرة، إذا جيتوا ممكن تشوفوا على أرض الواقع أو اطلبوا مننا الفيديوهات للشقق اللي تناسبكم. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن لشقة غرفة وصالة مساحتها 82 متر مربع والصافي 56 متر مربع. أول ما ندخل على يدنا اليمين زي ما انتم شايفين هنا الدواليب الستاندرد الموجودة في كل شقة.
طبعا على يدنا اليسار عندنا هنا حمام صغير يخدم الصالة. مباشرة هنا عندنا تقريبا صالة 5x4 تقريبا على مطبخ أمريكي زي ما انت شايفين، طقم الفرن بالكامل راكب، وعندنا أيضا هذه الدواليب وأيضا اللي هو غسالة الصحون. ذكرنا أن التكييف مركزي. الشقة هذه في الدور الأول مطلة مباشرة على الشارع اللي يودي إلى تقسيم خلفنا، هذه خلف المباني، هذه الشارع الأول هو شارع الاستقلال. عندنا بعد ما انتقل إلى غرفة النوم، هذه غرفة النوم مساحتها 4x4.5 تقريبا، مساحة كويسة، ولها أيضا هنا بانيو وحمام زي ما انت شايفين. المساحات في الحمامات الملاحظ أنها ممتازة جدا في المشروع. زي ما ذكرنا هذه غرفة وصالة 82 متر مربع في هذا المشروع، شقة نموذج أيضا موجود، وفي شقق أخرى بمساحات مختلفة. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا أننا في منطقة مركزية تقسيم اللي دائما تسألوا عنها، مشروع ممتاز جدا. الأسعار والتفاصيل دائما موجودة أسفل فيديوهاتنا في قناتنا على اليوتيوب وباقي المنصات. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس والتنبيهات ونشر هذا الفيديو لأحبائكم. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.